وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا السيد ضياء الشمري. أهلا ومرحبا بك. بداية، وفقا لمنظمة المساعدات الإنسانية الأوروبية فإن 14 ألف مدني مصاب وأربعة آلاف بحاجة لرعاية فورية. كيف ترون تعاطي الحكومة في العراق مع الأزمة الإنسانية التي خلفتها العمليات العسكرية على الموصل؟ السلام عليكم في البداية، وتحية إلى الجميع وتحية لمشاهدين قناتكم الكريمة. حقيقة هذه الأعمال القمعية الذي يعني يتبعونها ضد المواطنين في الموصل وضد المواطنين في المنطقة الشمالية وبصيغة عشوائية، هذه الأعمال والأعمال الأخرى المشابهة إلها هي أعمال غير إنسانية وأعمال غير تتفق مع القوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان. هذه الدولة والحكومة وكلت الميليشيات عوضا عنها في محافظة الموصل لمراقبة الحالة الأمنية، ونحن نعلم أنه هذه الميليشيات الموجودة في الموصل هي ليست تحت أمرة الحكومة العراقية وإنما تحت أمرة إيران بالدرجة الأولى، ومن ينفذ العمليات والتخطيطات لقمع أبناء الموصل هم الإيرانيين. الحكومة العراقية ليس لها ضلع، وبالحقيقة هي الحكومة العراقية من أصل إيراني. لا يمكن تجزئة أنه ما يحدث في العراق ونقول اللي يحدث في العراق دول عراقيين. دول نعم ينطقون العربية، ولكن نطقهم بالعربية فقط المنطق المواطن. السؤال الأهم هنا بهذه النقطة بالذات، يعني إلى أي مدى ترون تحول العراق من دولة احتلال في عام 2003 إلى دولة لا قانون بعد ذلك، والآن تحولت إلى دولة ميليشيات في زيادة الأزمة الإنسانية التي يعيشها أهل الموصل بشكل خاص؟ نعم، هذه الأزمة الإنسانية التي يعيشونها أبناء الموصل وكل العراق، أخي في كل العراق، أيضا في المحافظات الجنوبية في العراق أيضا يعيشون في أزمة، ويقتلون الشباب في المحافظات الجنوبية ويعتقلون الاعتقالات العشوائية، وبعض الأحيان حتى الميليشيات تعتقل المواطنين والمتظاهرين والمحتصنين المطالبين بحقوقهم الشرعية. نعم. في الموصل العملية انتقامية بالدرجة الأولى، لأنهم من أبناء ملة تختلف عن الملة مالتهم. أنه إحنا نعرف الموصل ومقام الموصل بالنسبة للعراقيين. نعم، الموصل هم أبناء الشعب العراقي الأبي الذي دافع عن العراق في الحرب الإيرانية العراقية، ونعلم أن كثير من الضباط الموجودين في الجيش العراقي الوطني السابق هم من أبناء الموصل. هذه العملية عمليات انتقامية، وكلت الحكومة العراقية الميليشيات الصفوية الإيرانية بقمع أهالي الموصل. هذه العمليات أخي عملية مبرمجة، عملية انتقامية من هذه المنطقة. لحد الآن الأنقاض والجثث في الموصل موجودة. طيب. ولحد الآن البيوت الغير ساكنة الغير مؤهلة للسكن في الموصل، لحد الآن لا يوجد ماء ولا كهرباء وشحة في المواد الغذائية، لا يوجد علاج ولا توجد مدارس صالحة للدراسة وللتعليم. هذه يعني أنت تتكلم عن حال بشكل عام. هنالك حادثة مضحكة مبكية في آن واحد، وهي أن تقتحم عناصر ميليشيا الحشد مركزا للشرطة لتحاول أخذ موقوف بالقوة، ومن ثم يضطر الآمر في المركز للتفاوض مع الميليشيا لعدم توتر الوضع. ما مدى شرعية ما تقوم به ميليشيات الحشد؟ هذا خير دليل انه من يحكم الموصل هي الميليشيات وليست الحكومة العراقية. الحكومة العراقية ليس لها سيطرة على الميليشيات، الميليشيات توجه وتؤمر بأوامر إيرانية. احنا هذا خير دليل ما تقوله حضرتك انه الحالة الأمنية في العراق هي بأيدي الميليشيات. نعم. وإذا يريدون الميليشيات من أي مكان ومن أي مركز ومن أي سجن أن يختطفوا مواطن، يقوموا باختطاف المواطن. هذه حقائق وحقائق أخرى مخفية، هذا الذي نعلم فيه، والذي لا نعلم فيه فالمصيبة أكبر. أنه ما يحدث في العراق وكل المنظمات الإنسانية تدين بما يحدث في مدينة الموصل، لأنه هذه الحكومة خرج داعش من الحكومة وجاء والميليشيات، والميليشيات هم المنتقمين من الشعب وأبناء الموصل بالدرجة الأولى. طيب،
من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري، شكرا جزيلا لك.